بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نور الحق مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. في الحلقة الماضية مولانا فضلتك أوضحت لنا الفرق بين الحقائق العلمية وبين النظريات، وأن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع الحقائق العلمية. عايزين يا مولانا في حلقة اليوم نتحدث عن، وبما أننا في شهر رمضان المبارك، عن رؤية هلال رمضان. لا زال في الدول العربية والإسلامية بيحدث بعض الخلاف في تحديد بداية الشهر الهجري. هل نعتمد على الرؤية البصرية بالعين المجردة أم نعتمد على الحساب الفلكي؟ ايه رأي فضلتك يا مولانا فزع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبب هذا الخلاف هو الخلاف في فهم النص. الخلاف في فهم النص. الخلاف في فهم النص أمر مشروع. لأن الإسلام يحترم الاجتهاد، ويحترم حرية الرأي، ويحترم ما توصل إليه المجتهد بعد إعماله لأدواته العلمية في فهم النص الشرعي الشريف من قرآن أو سنة. فعلينا ألا نضيق بهذا هذه الآراء، بل علينا أن نحترمها. وعلينا أيضا مع هذا الاحترام أن يعني نحتال لله رب العالمين، نعمل حيلة لوجه الله. حيلة لوجه الله. لوجه الله نحتال حيلة شرعية لتجميع المسلمين، لتحسين صورة الإسلام في العالمين. لأننا بمقتضيات العصر من الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة أصبحنا كالقرية الواحدة، وأصبح خبرنا معلوما في كل مكان. أي. نتكلم الآن ويزع هذا البرنامج، فإذ بأهل الأرض جميعا يرصدونه ويسجلونه ويفهمونه، ونتواصل مع بعض. صحيح. ونحن في غرفة مغلقة والعالم يسمعنا. إذن هذا الحال لم يكن من قبل. صحيح. فعلينا أن نتخير صيغة، إن صح التعبير، تجمع بين الأمور المختلفات، ونحاول أن نوجد المشترك بين هذه المختلفات. يبقى إذن كلامي ابتداء احترام الاجتهاد واختلاف الآراء، لأن هذا من السعة، ولأن هذا يعطي قيمة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الاجتهاد، وأن الإنسان لابد أن يقول ما اقتنع به بينه وبين ربه. نمرة الثانية، أن ذلك يتم بأدوات علمية لفهم النص الشريف. ثالثا، مراعاة الوضع الذي فيه الإسلام والمسلمون في العالم، إدراك الزمان والمكان. جميل. إدراك الزمان والمكان، الوقت المعاصر يعني. في الوقت المعاصر. جميل. هيا بنا بقى نذهب إلى ذات المسألة. صوموا لرؤيته، سيدنا يقول هكذا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فعلينا أن نستعمل الأداة العلمية، صوموا لرؤيته. الضمير رايح لفين؟ رايح للهلال. الهلال. ما معنى الرؤية؟ لو ذهبنا إلى اللغة العربية لوجدنا أن رأى من الأفعال التي تسمى أفعال العلم. أفعال العلم. أدرك، فهم، علم، رأى. أي. وأن هذه الـ هذا الفعل معناه أن الإنسان قد شاهد وأبصر وعاين. شوف الأفعال. جميل. شاهد وأبصر وعاين، ده كله بجارحة العين. العين. الهلال، يبقى إذن رأى تستعمل في
المشاهدة بالعين والإبصار والمعاينة ونحوها. ورأى يعني ذهب يعني علم يعني أدرك يعني حصل. جميل. طب ما هو دي لا تقتضي العين بس، مش لازم عين فقط، مش لازم العين، زي ما يقول هذا الرأي، هذا الرأي يعني رأيت كذا، رأيت ورأي كذا، أرى كذا في هذا والرأي الأمر. عند الشافعي كذا. جميل. يعني رأيه يعني مذهبه رأيه يعني مذهبه وما ذهب إليه من فكر وإدراك. جميل. مش شرط بجارحة الإبصار اللي هي العين. جميل. إذن قد نعني بهذه الكلمة، أو قد يعني الشارع الشريف بهذه الكلمة معنى ضيقا محصورا في الإبصار والمشاهدة والمعاينة بالعين الجارحة، وإما أن يكون معنى واسعا. جميل. ومعنى تيقنت، أدركت، عرفت، فهمت، حصلت، علمت. لأنه طيب نرجح أي واحد منهما؟ فواحد بيقول من العلماء أنا أرجح المشاهدة بالعين. لماذا؟ قال لأنها هي المتبادرة إلى الذهن. يعني لما حد من العرب يسمع من غير تفكير صوبه لرؤيته، يجي على طول مخه ذاهب إلى المشاهدة بالعين. رؤيته يعني أراه بعين. أراه بعين. اسمها إيه؟ تبادر الذهن. الذهن بيتبادر، يعني بيروح بسرعة للكده لمعنى ده. والتبادر علامة الحقيقة، فالحقيقة هنا يعني الذهن بيتبادر إلى الحقيقة. فحقيقة هذه الكلمة هي المشاهدة بالعين يا أخي. بسيطة قوي كده. التاني بيقول له لا، انت نسيت حتة بسيطة فنية عايز اناقشك فيها بالهدوء بالجمال بالحلاوة، بانهم كلهم يريدون الحق. صحيح. يعني مش خناقة، الخلاف ده مش خناقة، ده الخلاف ده مناقشة علمية هادئة ورصينة. فبيقول له انا برجح الإدراك والفهم وكذا. ليه؟ لأن في حتة دقيقة بيقول إيه؟ صوموا، يبقى بيخاطب الهيئة الاجتماعية وهو كل المسلمين بيشوفوه. صحيح. ده واحد اتنين تلاتة كده، يعني اللي بيشوفوه عدد محدود، ثم ينقلون هذا الخبر. احنا شفنا واحنا بنثق فيهم لانهم شهود وعدول ومسلمين وطيبين وكل حاجه ومدركين الى اخره، فبنثق فيهم وبنصوم كلنا. فاللي صايم تلاقيه مليون مسلم، مليار مسلم، واللي شافوا واحد ولا اتنين تلاته. تاخد بالك؟ يبقى اذا كل واحد لازم اشوف الهلال بعيني عشان اصوم، يبقى رؤيتي دي. يبقى انا ما نفذتش. لو كانت المشاهده بالعين يبقى انا ما نفذتش، لكن لو كانت العلم يبقى انا نفذت. لان انا لما علمت المفتي بيقول ان بكره رمضان فعلمت، وانا بثق في المفتي وخلاص وراه، يبقى انا علمت ان بكره رمضان. صحيح. فيبقى أنا صمت، وبكرة شوال يبقى أنا أفطرت. يبقى أنا رؤية هنا معناها إيه؟ معناها العلم، وليس معناها المشاهدة. كلام جميل، كلام رايح جاي في هذا. ولذلك رأينا العلماء إنهم يعني إيه مختلفين في هذا. بعضهم يشترط الرؤية البصرية، وبعضهم بيقول لا، يكفي العلم بوجود الهلال بعد غروب الشمس بأي طريقة كانت. إيه بقى الطريقة اللي كانت؟ قال والله نمرة واحد العين المجردة، نمرة اتنين العين المسلحة. قلنا طب العين المجردة فهمناها إنه عيني هي مجردة. قال ما هي مجردة من إيه؟ مجردة من النظارة، مجردة من التلسكوب، من المكبر. طب ما هو ده سلاح،
الواحد علشان يعرف يقرا وعينه ضعفت شويه يقوم بيلبس نظاره يقوم يبقى دي عين مسلحه. مسلحه مسلح. معاها حاجه تانية معاها سلاح معاها سلاح تستعين بيه علشان تستعين بيه. فالعين المسلحه العين المجرده والعين المسلحه جميل. لان اللي انا بشوفه ده مكبر. فالمراصد الضخمه اللي بتكبر لي الهلال وتصيد ولو كان خطا رفيعا لا يرى بالعين المجرده. صحيح. وفي حاجات اسمها الفلتر او اسمها حاجه بتصفي الاضواء وتخلينا مركزين على الهلال. فالفلاتر دي والحاجات المرشحات الضوئيه اللي بتخليني اوصل للهلال انا ممكن من شويه رطوبه شويه غبار في الجو ولا غبار شويه غيم شويه كذا يغم علي. ولذلك انا عايز حاجه توصلني الى المساله دي. كان زمان يروحوا في الحتت الجافه المرتفعه اللي ما فيهاش غمام والسماء صحوه وصافيه ويبنوا بيوت صغيره كده اهو علشان يرصدوا الهلال من خلالها علشان عينه ما تتشتتش في السماء. وحملوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم اقدروا له فان غم عليكم فاقدروا له. اقدروا يعني ضيقوا مسافات الرؤيه اللي فيه علشان عينيكم تقدر تشوف فاقدروا له. فالكلام ده كله ده علم تجريبي. فجي واحد طب والحساب ده الحساب قطعي. طب نعرف يا مولانا بعد اذن فضيلتك الحساب ده بعد الفاصل. نعم. فاصل نعود اليكم فابقوا معنا. يا نور الحق نور لي طريقي اشوف السكة والمشوار يبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا اليكم من الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم نور الحق. نتكلم مع فضيلة مولانا الإمام العلامة دكتور علي جمعة عن رؤية هلال شهر رمضان. تفضل يا مولانا. كنا وصلنا إلى أن في رؤية فضلتك وضحت لنا في رؤية بالعين وفي رؤية بالفهم. وصلنا للحساب يا مولانا. اللي بيقول أن الرؤية هنا هي العلم بأي طريق كان قال والله ممكن بالعين المجردة ما فيش مانع ممكن يكون بالعين المسلحة بالتلسكوب أو بالمنظار أو كذا ما فيش مانع. كذلك يمكن أن يكون بالحساب الفلكي. الحساب الفلكي. والحساب الفلكي أصبح دقيقا لا يخطئ أبدا. في بيحسب إيه؟ بيحسب كل حاجة. بيحسب الهلال هيمكس قد إيه بعد نزول الشمس وغروب الشمس. ما إحنا هناك في معنى إيه رؤية الهلال؟ إن الشمس تنزل تحت الأفق والهلال يبقى ممكن يبقى دقيقة بس ما يتشافش كده بالعين المجردة يتشاف بالعين المسلحة. أي. 10 دقائق تلت ساعة يبتدي يتشاف بالعين المجردة. أي. لما يمكس بعد ليه؟ لأن الشمس لما نزلت تحت الأفق لسه الشعاع بتاعها جامد لسه فلازم ينزل كده هو لغاية ما يمكن رؤيته بالعين المجردة. بالعين المسلحة تقدر تدركه ولو كان في دقيقة. صحيح. بعد دقيقة أو كده يعني فاضل دقيقة زي فضلتك ما وضحت لنا باستخدام مرشحات باستخدام تلسكوبات ممكن يقدر لكن مع أن عيني مش شايفاه. عينك عيني أنا معايا معظمة. أي. نظارة معظمة. أي. أشوفه واللي جنبي ما بيشوفوش عشان معوش النظارة المكبرة دي. ممكن أشوفه بالقمر الصناعي. أي. من مستوى الأرض يعني القمر فوق وبيشوف من مستوى الأرض. مستوى الأرض. ممكن ويظهر لي على الشاشة. أيوه. بالشكل ده سواء كانت مجردة ولا مسلحة ولا قمر صناعي ولا حساب فلكي فأنا أدركت. أيوه. إنه موجود وكده. فبعضهم قال يبقى لزومه إيه بس لازم نفسر الحديث الذي هو أساس الدين والذي هو مصدر الأحكام إن رأى هنا معناها علم وليس شاهدة. أي. هل اللغة تحتمل ذلك؟ نعم تحتمل ذلك. هل هذا أرجح من هذا في النظر؟
ممكن يكون أرجح من هذا في النظر. بعض الناس يقول لا أنا ماليش دعوة بالهيصة دي كلها. أغلب العلماء عبر العصور كانوا مع أنهي رأي؟ وقلد الأغلب. نقول له كان مع رأي المشاهدة إنهم إيه لازم يشوفوا ده أغلب العلماء. أيه. بس ما كانش فيها مولانا زمان يعني لو من 100 سنة ما كانش فيه الأقمار الصناعية. مناقشة هي جميلة. أيه. مناقشة هي جميلة. أيه. وعايزة ترجح ده. أيه. تقول له لا الأغلب ده كان زمان. صحيح. حيث كان افتقدوا هذا وتشككوا في صدق وقطعية الحساب. لكن دلوقتي لا متشككين في قطعية الحساب ولا متشككين في الأدوات اللي موجودة وكذا إلى آخره. فخلينا نمشي مع مطلق الإدراك وليس مع المشاهدة. جميل. برضو جدل. أي. يعني برضو إيه يعني ناس علماء بيتكلموا مع بعض. فمن يعني الكلام اللي بيتكتب ساعات في الصحافة والقسوة هي جاية من إن إحنا كأننا بنظهر أمام العالمين بمنظر مش كويس. أيه. اللي هي بقى اللي أنا بقول عليها إنه لا لابد علينا أن نراعي منظرنا وصورتنا في العالمين لأن الناس مش كلها عارفة حقائقنا. صحيح. لو لا المسلمين حتى مش بيتخانقوا مع بعض مش عارفين يتفقوا على بداية شهر. لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. عليه الصلاة والسلام. ده هو مراعي الرأي العام, الرأي العام الروماني. صحيح. والرأي العام الفارسي. أيوه جميل. والعلاقات الدولية وصورتنا هتبقى إزاي. دول أصحابه إيه؟ دول مجموعة من المنافقين. أيوه نقتل المنافق يا رسول الله عشان ما يقولوش إن محمد بيقتل أصحابه. على فكرة ده ربنا أذن له أن يقتل أصحابه دول المنافقين. أيوه. وقال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل. قال لا ما نشعر. ده بيعلمنا. صحيح. عليه الصلاة والسلام. سيدنا بيعلمنا إنه الحكاية مش كده. يعني بلاش الاخد بالدراع كده اهو. لا ابدا ما ناخدهاش قفش كده مش يعني مش كده يا جماعه. الحكايه كلها في ان احنا ايوه في خلاف بين الفقهاء بس بقى انا وانت كفقيهين مسلمين انا بقول الراي الاول وانت بتقول الراي الثاني. اي الرايين اقدر بصوره الاسلام في ام واحد يقول لي وانا مالي بالنا. لا النبي قال لنا خلي لكم مال بالناس. جميل. فقال لو لأن قومك حديث عهد بجاهلية لفعلت في البيت كذا وكذا. الله وانت بتخاف من الناس مش خوف. ده ما احناش هنقول لكل واحد في الشارع لكل واحد في السوق العالمي على فكرة احنا حلوين احنا مش وحشين. ما انت لازم يبقى عملك مظبوط وما فيهش التأويلات دي وإلا لا يقال حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحاب. هذه العقل اللي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع لذات المسألة وأنا قلت إن إحنا عايزين نوفق بين الرأيين بحيث إن صورتنا تبقى جميلة وكذا. عملت دار الإفتاء المصرية تجربة أدينا ماشيين فيها دلوقتي أدينا 40 سنة ما شاء الله 40 سنة وهي والناس ما تعرفش الحكاية دي أو كثير منهم يسألني أنه على دلالة أنه لا يعرف أننا نسير بالرؤية المشاهدة. أي. نسير بالمشاهدة مؤيدة بالحساب. شوف شوف الجمع بقى أنا. أي. بقول نجمع بحيث أن احنا نخرج ب ب ب ب برأي بنجمع فضلتك بنجمع بين الرأيين بنجمع بين الرأيين وحساب برضو ومعرفة الاثنين مع بعض. لو قال لي الحساب أن الهلال نزل قبل الشمس خلاص الحساب هو الصادق. الحساب هو الصادق انتهى الأمر. أي. الحساب قطعي لا يمكن. لما نزل قبل الشمس وجالي واحد بيقول لي شفت يبقى شاف حاجة غلط. أي. فالحساب يقدح في رواية الشاهد ونقول له ساعتها انت مش كذاب انت مخطئ انت شفت حاجة توهمت ان ده القمر. ممكن يشوف على فكرة انعكاسات المريخ. أي. ممكن يشوف عطارد
في نفس الوقت في حتة كده وبعدين يقول ده القمر اهو ده الهلال اهو وهو مش الهلال. صحيح. القصة المعروفة الرمش اللي كان مثلا بتاع سيدنا انس. ايوه. وهكذا الكلام ممكن يغلط لان اضواء السماء كثيرة. أيوة. جدا. خاصة من كل بصره قبل الغروب قاعد يبص للشمس منتظر غروبها فأجهد الشبكة شبكة العين يبدأ يشوف أهلة. صحيح. مش سبع مش هلال واحد. صحيح. مش هلال واحد انعكاسات ضوئية. فأنا ما بكذبوش إنما أنا برد بالعلم بالحساب وأقول له كده والله أنت الهلال نزل قبل الشمس أو مع الشمس يبقى لا يمكن رؤيته فلو سمحت أنت نمتر. طيب الهلال الحساب بيقول لي هيمكس بعد الشمس 5 دقائق 3 دقائق 20 دقيقة مش عارف ايه. واحد قال انا شفت بستنى الرؤية. جميل. استنى الرؤية هصدقه لان فعلا العلم فبيجيني الرؤية وبتقول لي ايوه احنا شفناه. جميل. بس في الحتة الفلانية والحتة التانية ما شافتوش. احنا في دار الافتاء المصرية بنطلع 8 حتت في الجمهورية 8 مواقع مختلفة 8 مواقع مختلفة. جميل. في توشكا وفي قنا وفي السلوم وفي القطامية وفي الفيوم وفي كذا وكذا 8 مواقع. والمواقع دي مختارة من قبل المساحة المصرية تكون مرتفعة تكون جافة تكون يعني بعيدة عن كذا ما فيهاش غبار ما فيهاش إلى آخره. وملاقي 7 من 8 بيقول ما شفناهوش وواحد بيقول شفناه. برجع للحساب يقول لي ايوه ده القمر في الحتة دي او الهلال هيمكس 3 دقائق بعد الغروب. 5 دقائق ليهم حق ما يشوفوش لانهم عندهم غرب بعد 2 ولا 1 دقيقة. عندهم كان في شوية غمام او في شوية رطوبة او في شوية غبار او في شوية اي عائق من العوائق. وفي توشكا ما كانش فيه او في انا ما كانش فيه او اجي مصدقه على طول واقول ادام الحساب لم ينفي وفي حد شافه يبقى اذا اجمع بين الامرين واقول بان الهلال قد ثبت وتوكلنا على الله بكرة رمضان او بكرة شوال. فاذا الحساب وعلى فكرة لم تحدث يعني ادينا 40 سنة لم يحدث هذه الحالة ما حصلش التعارض ده التعارض اللي انا مستعد له. أيه. ما حصلش اللي هو ايه ان الحساب بيقول ان الهلال نازل قبل الشمس وبعدين يطلع لي واحد يقول لي انا شفته دي ما حصلتش دي لاربعين سنة ما شاء الله. بس لو حصلت أيه. هاخد بالحساب ومش هاخد بصاحبنا ده. نقدر يا مولانا عشان وقت الحلقة بعد إذن فضلتك يا مولانا انتهى نقدر نقول أنه فضلتك دار الإفتاء بتعتبر أنه هصدق اللي يقول أنا شفت بس بشرط أن العلم والحسابات تقول لي في إمكانية هذه المشاهدة. الحساب نافي لا مثبت. الحساب نافي لا مثبت, لا مثبت. جميل ما شاء الله. وده اللي عليه مجمع البحوث الإسلامية من سنة 64 ما شاء الله. ربنا يفتح عليك يا مولانا. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على هذا العلم على وعد بلقاء في حلقات قادمة من برنامجكم نور الحق. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.